صديقاتي أصدقائي أحبتي في كل مكان، سعيد جدا بأن ألتقي معكم في هذه القصيدة الشعرية، وهي بعنوان في مديح الحكاية، والتي كنت قد كتبتها في أواخر التسعينات من القرن الماضي. في مديح الحكاية يقولون أنني آخر الورشان التي آبت لتنثر أوراق الزيزفون وتنشر خرائط تطوافها فوق سريرك المزدان ببريق سهادي. أصعد من مقامات الحكي التي تشربت بتخاريب أسوارها من عشق مستقر تحت جباب التنسك تبتلي إلى فاه بوحك المستديم المثخن بوميض السيماء ودهشة الانزياحات وانسلال البخور الشرقي عبر المضايق الممهورة بالأسرار. تارة تمشطني الغواية، تارة تمشيني الغواية بشباشب من قطيفة، وتارة بسنابك العقوق، فأعتق عرق الحروف من إهاب الثلج كيما تعرج منحوتات الظل إلى مهاد العري ومدارج التقشير، حيث ثمة خليلة تصفف شعرها بمشط الاحترام وتطهر مفارجها من خميل الارتكان، وحلقتيها من هباء يخشى شلال النور. سيان عندي سيدتي إن نثرت قوام الفصل بجدادات انشطاري أو بصمت بصمغ البقاء طلعة القرطاس، فقط يكفي أن يينع اللبلاب ويحتلني الحلباب تحت شرفة العين الموسومة بقهقهة النهار، لأرى فدادينك تحرطها رؤى هادرة على متن وقت يترنح من أقفال الليل
إلى نومك عند مطلع الفجر، وصمتك عن الكلام المباح، ما در سيدتي ما در لو استلينا صقر التذكار كي نلملم خرائط البحار، فما زال في الوسادة متسع للأرق، ومعي ألف ألف سفينة وبحار وألف حقيبة تحت المنار، وشيء ما بلون الماء هاربا أبدا في أباجل الإفضاء، هو آخر ما تبقى من متاع القصة تحت سقيفة هذا المساء. صديقتي أصدقائي، أشكركم على تفضلكم بالاستماع إلى هذه القصيدة، ويسعدني أن أترككم للحظات مع هذه النبرات الموسيقية وهذا الحوار الجميل بين آلة العود وآلة الكمان، وإلى اللقاء في موعد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.